هذه الحج هذا رئيس السرد ديال الخينا سيرا اسمع من المتابعين قناة مر 24 مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط بكورنيش عين دياب، كما تبعتوا معنا في هذه الأثناء اعتقالات بالجملة من طرف رجال الأمن الوطني من أجل تعزيز الأماكن لكي تعودوا عليها يعني المخمورين في هذه الأثناء إلى منطقة عين دياب، يعني تدخلات ومجهودات جبارة يقوم بها رجال الأمن الوطني من أجل حراسة المكان وتأمين سلامة المواطنين. تعزيزات أمنية مكثفة في هذه الأثناء هذه من أجل التصدي لأي تدخل خطير كيشكل سلامة على المواطنين. مرحبا لالا. سنة سعيدة. شكرا. كيفاش جاتكم اليقظة ديال رجال الأمن الوطني؟ هما راه خصهم يخدموا مزيان، خص كثر. ياك. يعني شنو؟ لا ما كانش البوليس ما كاين والو، سي كلير هناك. سي فغي بيان سور. سون ديسكسيون. نتمنى لكم سنة سعيدة. شكرا. اش تقولي للمغاربة بسنة سعيدة؟ شديتو بابا طلعو على حسابي. ياك. وي. إذا سنة سعيدة وكنشكروك على المشاركة ديالك. مرحبا بكم لالا. شنو بغيتي تقولي للمواطنين والمغاربة يعني بصفة عامة يعني على بوابة مر 24 تبقى أنا على المباشر. على راس العام. على أي حاجة. راس العام هذا ماشي ديالنا خويا. ما خصهمش يديروا والو، حنا سنة هجرية ديال الراشد عليه الصلاة والسلام. شكرا لالا. واليوم نتوما رفضتوا الكور. شكرا. حنا كاع اللي عايشوا والو وشو كي مكمشين، أقول لهم دخلوا سوق راسكم. إذا متابعي القناة مر 24 لازلنا وإياكم من مدينة الدار البيضاء بالضبط منطقة عين دياب، كما كتابعوا معنا يعني تعزيزات أمنية مكثفة في هذه الأثناء هذه من أجل التصدي لأي شخص يعني خارج عن القانون. درنا متابعين قناة مر 24 مباشرة من مدينة الدار البيضاء، كما كتابعوا معنا يعني تعزيزات أمنية مكثفة في هذا الأثناء في منطقة عين دياب. متابعين قناة مر 24 لازلنا وإياكم إذا كما تبعتوا معنا يعني كانت واحد التدخل ديال رجال الصقور لتوقيف يعني أحد الأشخاص مخمورين كانوا يعني بهذه المنطقة وكيشكلوا خطر على المارة، وكيتم التدخل الفوري لرجال الأمن الوطني وكيتم يعني القياد ديالهم الى مخفر الشرطه، وكذلك يعني غادي تم القياد ديالهم الى الاستماع اليهم كما كتبوا معنا متابعين قناه 24 يعني التدخلات ديال رجال الامن
يعني كانت في الوقت المناسب والحاسم من أجل التصدي لأي مشكل. إذن كما كتبوا معنا متابعين قناة من 24 رجال أمن هنا من أجل يعني تأمين المكان من أي طارئ. يعني كان واحد التدخل يعني عاجل وفوري ديال رجال الأمن قبل قليل للتصدي يعني لكل ما هو يعني خارج على القانون، وتدخلات يعني كلها كللت يعني بنجاح، تم يعني التصدي للأشخاص خارجين عن السيطرة. كما كتابعوا معنا متابعين قناة 24 ديال الأجواء بمدينة الدار البيضاء وكورنيش عين دياب، ديال رجال الأمن وفي هاد الأثناء هادي يعني كما كتابعوا معنا يعني كاين واحد السكون في هاد الأثناء هادي. الأجواء في هذه الأثناء هذه جد عادية. قلنا متابعين قناة 24 كما كتابعوا معنا، هذا هو يعني الآن احنا على المباشر بمدينة الدار البيضاء وبالضبط منطقة عين دياب كورنيش عين دياب. كما كتابعوا معنا يعني الأجواء جد عادية في هذه الأثناء، يعني قبل قليل كان واحد التدخل ديال رجال الأمن الوطني من أجل إيقاف يعني بعض الأشخاص المتهورين وكذلك يعني بعض الأشخاص مخمورين، وتم السيطرة عليهم وتم الاقتياد ديالهم إلى مخفر الشرطة. الآن الأجواء يعني عادية والمكان يعني مؤمن من طرف رجال الأمن الوطني، يعني كاينين في عدة ديال النقاط لتأمين يعني المكان ومن أجل كذلك يعني التصدي لكل طارئ. يعني كما كتابعوا معنا يعني حضور يعني وازن هنايا ديال رجال الأمن الوطني وفرقة الدراجين، يعني الكل على أهبة الاستعداد لأي تدخل يعني كيفما كان النوع ديالو.
عادية في هذه اللحظات. إذا بقاو معنا متتبعين قناة من 24 في هذا البث المباشر، يعني من أجل تغطية كل حدث. كما كتابوا معنا متتبعين قناة من 24 مباشرة من مدينة الدار البيضاء بالضبط كورنيش عيدية، كما كتابوا معنا واحد تعزيزات أمنية هنا يعني كثيفة من أجل تصدي أي طارئ. الأجواء يعني في هذه الأثناء عادية، قبل قليل كان واحد تدخل أمني لرجال من فرقة الدراجين توقيف بعض الأشخاص مخبورين، وكذلك يعني بعض المتهورين اللي كانوا يعني كيعترضوا يعني سبيل المارة، وتم التدخل ديالهم والاغتيال ديالهم إلى مخبر الشرطة.
إذن متتبعين قناة منبر 24 لازلنا وإياكم في هذا البث المباشر. يعني تدخلات في هذه الأثناء لرجال الأمن الوطني. لا إيه. إذن كما كتبوا معنا في هذه الأثناء هذه يعني تدخلات لرجال الأمن الوطني. كما كتابعوا معنا يعني تدخلات في هذه الأثناء هذه لرجال الأمن الوطني لتوقيف يعني شخصين. إذن كما كتابعوا معنا في هذه الأثناء هذه كيتم توقيف يعني شخصين. كيتم يعني الاعتقال يعني شخصين مشتبه فيهم بحوزتهم دراجه ناريه. لا يعني في هذه الاثناء هذه كيتم الوضع الاصفاد الشخصين تدخل يعني عاجل وفوري عفوا لرجال الأمن الوطني من أجل إيقاف جوج ديال الأشخاص مشتبه فيهم. الحوزة ديالهم دراجة نارية من نوع سي 50. إذن كما كتابعوا معنا تعزيزات أمنية مكتفة في هذه الأثناء هذه بكورنيش عين دياب بمدينة الدار البيضاء. وفي هذه الأثناء هذه كيتم توقيف يعني شخصين مشتبه فيهم بحوزتهم دراجة نارية من نوع سي 50. إذن رجال الأمن الوطني يعني كيتم التحقيق يعني التحقق من الهويه ديالهم. مجروح ولا لا؟ لا واش مجروح؟ والغريب في الامر يعني ان الشخصين يعني ما تيحملوش يعني معاهم الوثائق ديال الدراجه الناريه اللي كانوا على متنها. كورنيش صافي يلا
سمعتوا معنا يعني كذلك يعني الدراجة النارية معدلة يعني ماشي بالمحرك ديالها الطبيعي يعني ماشي التدخل الفوري لرجال الأمن الوطني يعني كان في الوقت المناسب هنا في منطقة عين دياب بمدينة الدار البيضاء. لا والو عندي تليفون والو عافيه راه فيديو ولا مباشره شحال محمود في الدواسات إذن كما كتشابوا معنا مشتبهين قناة من 24 لا يزولنا وإياكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء يعني كيتم يعني ضبط جوج ديال الأشخاص على متن دراجة نارية من نوع 56 معدلة المحرك يعني المحرك ديالها غير طبيعي Ça va être
واش غير واش غير نخدم داك الوقت يخدم شي حاجه نقول لي نخدم داك الوقت يعني كذلك الاستعانة يعني بدراجة رباعية يعني العجلات هنا بمنطقة عين ديال من رجال الأمن الوطني كما كتابوا معنا يعني حضور مكثف لرجال الأمن الوطني هنا بمنطقة عين دياب يعني من أجل التصدي لأي تدخل أو أي طارئ. كما كتلاحظوا معنا متتبعين قناة 24 تدخلات أمنية مكثفة في هذا الأثناء بمنطقة عين دياب يعني من أجل يعني تصدي لأي تدخل. تعزيزات أمنية وحضور رجال الأمن الوطني مشكورين على المجهودات الجبارة التي يقوموا بها هنا بمنطقة عين دياب بمدينة الدار البيضاء. وكان يعني التوقيف ديال عدة حالات توقيف أشخاص مخمورين وكذلك يعني خارجين عن السيطرة وأصحاب العربدة. كان واحد التدخل يعني عاجل. تابعوا معنا هذه هي الدراجة النارية اللي كانوا على المتن ديالها هاد جوج ديال الأشخاص. دراجة يعني من نوع سي 50 وكذلك يعني قايمين بواحد التعديل للمحرك ديال الدراجة النارية يعني المحرك يعني فائق السرعة. Thank you.
إذا لي أنك تلتحق بنا الآن متتابعين قناة 24 مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط منطقة عين دياب، يعني في هذه الأثناء هذه كيتم توقيف جوج الأشخاص مشتبه فيهم على متن دراجة نارية من نوع السي 50، يعني هذه الدراجة النارية يعني تغيير يعني ديال المحرك، يعني حتى جوج ديال الاشخاص يعني قاموا يعني بتغيير ديال المحرك ديال الدراجه، وكما كتشوفوا معنا يعني الحاله يعني ديال هذه الدراجه الناريه وهاد الاشخاص هذه يعني كيتم يعني الضبط ديالهم في هذه الاثناء، وكيقوموا معهم يعني بالتحريات الاوليه يعني بلا يعني معرفه الهويه ديالهم. والغريب في الامر يعني ان جوج الاشخاص هادو ما كيحملوش اوراق ديال الدراجه الناريه، رجال الأمن الوطني كذلك يعني رجال القوات المساعدة هنا منطقة عين دياب، يعني تضافر جهود يعني من أجل التصدي لأي يعني طارئ أو تدخل عاجل وفوري وتأمين منطقة عين دياب من كل سوء ومكروه. سيطرة أمنية هنا بمنطقة عين دياب كما كتابعوا معنا الأجواء في هذه المنطقة منطقة عين دياب. لا ميزو، وش
يعني الغريب في الامر يعني ان جوج الاسقاط هذين يعني ما كيحملوش معاهم لا تامين ولا يعني اوراق ديال الدراجه الناريه بصفه عامه. Thank you.
الوسيم حمصه الله يفلا Thank you.
ولا بخير هاد الشيء شنو لا 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 رجع الله اخوان اللور الله يرحم لكم والدي كامل وسيم طلع يا صاحبي واش طلع طلع ولا طلع واش يدير دورك شوف بوراك تخيل عندك شو صحافة الله يعلم شكرا ويلي يا نعيم لا جاري قمت تفعوني الكريم ودير والو انت ظلمو ظلوم اخوان
الله. والهريبة. إذن متابعين قناة مرة 24 كنا معكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء في مباشر آخر. إلى اللقاء.